طبعا كان بدايتي في الفريستايل طبعا من اول ما ابتديت طبعا الموضوع ما كانش سهل بالنسبه لي، لان انا كنت بشوف الحاجات دي قلت طبعا من عاشر المستحيلات ان انا اعمل الحاجات دي. فالحمد لله توفيق من عند ربنا طبعا والتمرين وكل ده الحمد لله. يعني انا بالظبط اخدت في الموضوع ده قبل ما بقيت بروفيشنال وكده، يعني الموضوع ده اخد مني سنتين بالظبط. الموضوع بدأ معايا في 2010 لما كنت بقلد حركات زي رونالدينيو لعيب الكرة بتاع البرازيل. بعدين بقى بدأت اطور من نفسي واتمرن في الشارع لحد ما وصلت ابقى بروفيشنال فوتبول فري ستايلر. حققت حاجات كتير في اللعبة الحمد لله، بس احسن انجاز ليا في حياتي ان انا دخلت موسوعة جينيس. كان في رقم قياسي تنطيط الكورة، الرقم العالمي كان 4000 تنطيطة في ساعة على الجسم كله، بس انا عملت ريكورد جديد نططت 5500 في نص ساعة على راسي واكتفي بس. ابتديت فري ستايل من 12 سنه تقريبا. طبعا اللي خلينا اخش في الموضوع ده جامد، طبعا انا اصلا كنت بلعب كوره عادي على الاساس اللي هي بنطط وكده، ما اعرفش ان في اصلا لعبه اسمها فري ستايل فوتبول، لحد ما ظهر صديق طبعا صديق عمري وعشره عمري طبعا ضياء ديدوز، هو اللي علمني طبعا الموضوع ده. اصلا اللي دي اصلا لعبه كبيره جدا بره مصر وليها اتحاد وبيعملوها بطولات وكده، فالحمد لله هو الموضوع انتشر عن الاول طبعا دلوقتي. وطبعا عمري ما هنكر الراجل ده طبعا هو اللي ليه فضل عليا بعد ربنا، يعني الحمد لله. عايز اقول لك كمان اتعرفت على ميدو بالصدفه، انا بلعب فري ستايل فوتبول مثلا من 2010. لقيت ميدو اتعرفت عليه بعديها بسنه او حاجه بالصدفه كده بينطط الكوره، لقيت ان هو جامد وبينطط حلو وبيلعب حلو، فتعرفت عليه قلت له دي لعبه اسمها فري ستايل فوتبول وانا العبها، هو ما كانش عارفها. فقلت له دي لعبه وليها اتحاد وليها بطولات، ومن يوميها من 2010 لحد دلوقتي ميدو ما شاء الله عليه جاب مراكز جامده جدا على مستوى مصر، وبقى له 3 4 سنين في السيمي فاينل في مركز ثالث او في مربع الذهبي عامه في كل بطوله. مشرفنا مشرف اسكندريه. يعني بحلم ان اكسر رقم جديد كده في الجينيس ريكورد. انا كسرت رقم التنطيط على مستوى الراس، عايز بقى اكسر رقم اطول تراك انطط فيه مثلا على مستوى الكورنيش كله في اسكندريه، 8 9 10 كيلو انطط بيهم الكره ما تقعش مني، وبحاول اوصل لمستوى الجينيس وان شاء الله اوصل لهم. علاقه الاهلي والزمالك اللي بيني وبين ميدو دي علاقه يعني موضوع فور فن مش اكتر، مفيش تعصب ولا حاجه، موضوع الاهلي يكسب الزمالك يكسب مفيش اي مشكله يا رب يكسب دايما. هدفنا اصلا من الموضوع ده اللي احنا اصلا ما ينفعش بيكون فيه تعصب ما بيننا، لان احنا كلنا اصلا مصريين واخوات، فمواضيع التعصب دي والحاجات اللي بتحصل دي كلها عشان كوره ملهاش لازمه في الاول وفي الاخر، دي كوره يعني ما فيش حاجه تزعل، يعني مهما كان انتمائك لفريقك عمر ما هيوصل موضوع طبعا للضرب او الاهانه او التعصب او الحاجات اللي بتحصل بنشوفها الايام دي بسبب الاهلي والزمالك. كده كده في الاول وفي الاخر احنا اخوات اصلا ومصريين. دايما فيديوهاتنا بنحب نقول انا زملكاوي وهو يقول انا اهلاوي، ونشد مع بنشد يعني نهزر مع الناس شايف الكومنتس ولا حاجه، بس عايزين نقول لكم ان كل ده موضوع فور فن مفيش تعصب ولا حاجه، احنا اصحاب واخوات وكل المصريين ايد واحده دايما.